بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذة نوال السمان، أستاذة تسير المحاسبة، عضو مجلس جهة سوس ماسة باللجنة التنمية الاجتماعية، كذلك رئيسة لجنة المرأة والطفل والشؤون الاجتماعية بجامعة بيوغرا، عضو الكتابة الإقليمية لولاية بالحزب، كذلك حاليا عضو بمكتب الفريق. الإكراهات اللي كنعيشوها حنا كنساء بطبيعة الحال، يعني المرأة تخرج للميدان، هي خارج الميدان ديال العمل من قبل، ولكن في المجال السياسي كاين شوية ديال، يعني ضروري كاين معاناة أكثر بحكم أن الاجتماع تيكونوا مثلا حتى لواحد الوقت متأخر من الليل، كذلك السفر يعني كيكون كثير، يعني ضروري كتكون معاناة، وغالبا ما كيكون يعني داكشي على الأساس السلبي ديالو على الأسرة، على يعني على الصحة ديال السيدة على، ولكن الحمد لله النضال هو واجب يعني، وهو عمل تطوعي لابد الإنسان يصبر فيه. كذلك نستشرف المستقبل إن شاء الله بالكوطة اللي ارتفعت بالنسبة للنساء يعني والشباب، كذلك تهما يعني من هذا المنبر أدعو الشباب والنساء إلى الانخراط في العمل السياسي، لأن يعني كاين مواضيع أو مجالس كتقنها المرأة أكثر من الرجل، إذن ما فيها بس يكون واحد الانخراط، ونحن مقبلين على الانتخابات إن شاء الله، ويكون يعني والدور الفعال ديال المرأة داخل المجالس ما ننساوش. من منبر قناة ريمال تي في كنحيي النساء بمناسبة 8 مارس وشهر مارس كله خصو يكون يعني، وداك الشهر كامل كيكون احتفالي بالنسبة للمرأة، كنحيي المرأة المغربية بالخصوص والمرأة العالمية على العموم. دعوة إلى النساء في الانخراط في العمل الاجتماعي والسياسي والجمعوي، يعني النساء يعني بالتجارب اللي عشنا أن عطاو نتائج جيدة جدا، يعني كنشجعهم أن راه السياسة ما كتخلعش، راه يعني بحال العمل اللي كنقوموا به في البيت أو العمل خارج البيت، كذلك هي السياسة جزء من الحياة ديالنا، ما يعني ما خصش يكون واحد العزوف عن ممارسة السياسة. شكرا لقناة ريما تي في، كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تعالى.